فرشمو هذاك النهار واحد واحد الفرحه كبيره لان اول مره وسيبر عندك الحق بان حتى شي لاعب امل الفوتبول اماتور كيجي لا سيليكسيون ديال لا سيليكسيون ماروكان اللي غتمشي لفرنسا ولا عندك دخلت نهار مره كيتجبوت فرشمو بيرسون ما تعرف كاع حتى واحد ما تعرف شنو هو ميلاد كاين تيقول لك هذا مين جا ما عرفوش ما سي با سان جون ولا البدايه كانت فهاد الافتراق ديال الكارير الشعب المغربي راه كيعرف الكره باش يقول لك ما عندناش مي ما عندناش افونس علاش باسكو ما تخدمناش لاتاكون في المغرب الا درتي دابا درتي على لي جون وقلبتي راه صعيبه باش تلقى لي زاتاكون اون ترافاي با انا اتاكون سا ترافاي راه ما يمكنش تجي تقول لي اتاكون راه اتاكون خصو يعمل خصو يخدم كون كنتي تجي زمان كون جاو هما لعبوا في زمان في ميدي مع 12 ما يلعبوش كاع والله لا دخلوا للتيران بهذاك الصاد والله لا دخلوا ما يدخلوش للتيران ما يقدوش يدخلوا لان مع 12 كاين 40 ورزمو هادو بعدا هادو كيمثلونا وعطاو للمغرب وكويريا ولكن حنا كنقولوا راه لا يعقل فعاوتاني في المغرب ما نخرجوش واحد ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ديال اللعابه مغاربه شنو هاد البطوله شنو هي البطوله دي فاشله خص يستافدوا بهم المغاربه خص تكون عندنا مدربين اطول مغربيه اللي تدخل اللي هي اللي خصها تتعامل في البطوله المغربيه لا يعقل بان السيد عنده دي ديبلوم وجالس سي با لوجيك لعب الكره دار الحرفه ديالو كمهنه خصها هي هذه الاشياء نتعاملوا معها ونديروا الكونفيونس للمسير خصو شويه يعطي لا كونفيونس للمدرب المغربي ما كانش تاخذ حتى شي واحد كاع واحد كاع كان صراحه ما تياخذ حتى شي واحد تيقول لك نتوما مثيل وصراحه كان تيقولها لنا ولكن دابا هذا قال لك ما عندكم ما تلعبوا ما كتخدموا مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قدقة. اليوم معنا ضيف جديد وضيف سبيسيال. علاش سبيسيال؟ لأنه دوز بزاف ديال التجارب احترافية بالأخص فرنسا، وكذلك عنده واحد الباركور مزيان مع المنتخب الوطني، وكان من الناس اللي قدروا يماركيو في كأس العالم وبالضبط 86. بلا ما نطول عليكم بزاف، معنا ومعكم ميري كريمو او عبد الكريم ميري الملقب بميري كريمو. عندك اللي بغيتي تقول ميري عبد الكريم وتقول كريمو. نقول كريمو كريمو راه كتعرف السميه ديال الكويريه. حنا كان ديما في المغرب تتكون بحال الاخ ديالي مصطفى العامي في لا سيكسيون سميتو مصطفى تنقول له موس عبد القادر تنقول له كذا بالحمالة ما مشيت مع كريمو كلشي تعرف من قال لك من الصغر حنا كيقول لنا كريمو بقينا كريمو. ملي جا اللقب هذا بالضبط من الاحياء ديالنا من بورغون حنا ولاد بورغون من الاحياء من تما بقيت تيقول لي كريمو بقى هي هذيك عبد الكريم انا سميت عبد الكريم تيقول له كريمو بقات هي هذيك حتى في الكره حتى الالف كره لا في كنت كاع في الاحتراف حتى كانوا تيقولوا ميري عبد الكريم كريمو دابا معروف بكريمو كريمو بيان سور وكاين كريمو الله يرحمه في باوبلي كان كرون جوار اللي تو ما تنساوه هو سي كريمو ديال الكوكا كوكا بن مراش كان هداف وقال لا كان هداف ديال البطوله ابسوليمون كرون جوار اللي الله يرحمه تو وسع عليه الله يرحمه. قلتي البدايه ديالك في بورغون واللي عرفت انه بورغون مشيتي للمدينه القديمه كنظن انا ولد المدينه القديمه زدت في المدينه القديمه تماما المدينه القديمه معروفه بواحد السينما نقدر نقول السميه ديالها قول ماشي مشكل يقولوا فيردان سينما فيردان انا زدت تما في فيردان على دو 7 ans من 7 سنين مشينا لبورغون. والبدايه ديالك اللي سمعت انه بديتي مع ميناء نادي ميناء الميناء بيان سور لعبت مع الميناء الدار البيضاء ولكن في الاول كنت كمان مع الناس ديال البريد ديال الدار البيضاء هذه في تنقولوا في اللي نقولوا مينيم كادي كنا كنمشيو للتيران ديال البريد اللي كان هو التيران ديال سيبيرجيبو كنا درنا واحد الفريق تما وكنا كنمشيو ندربوا سكي في جي كومونسي في هاد تقريبا تنقولوا في لا فورما في لا بريفورماسيون مع الصغر وداكشي وعاد مشيت حتى ابريت حتى 16 15 العام مشيت للميناء الدار البيضاء اللي دوزت معاهم سنه تما كانت البدايه ديالك البدايه ديالها كانت تما احترافيه لان الميناء الدار البيضاء كان عندها فريق ملعب في ستاد فيليب اللي ملعب في ستاد فيليب الحمد لله جا عندي الزهر لعب فيه في سيمبا مبارك شي بن محجوب لعبت انا في ستاد فيليب وبقيت معاهم سنه اللي دوزتها معاهم الحمد لله دوزنا لي ماتش دي باراج
ديك الساعه كانت الكره في لي براج باش طلع لعبت في لي براج وكانت واحد ولا هذه الاول البدايه ديالي تنقولوا في الفوتبول اماتور. ومن تما مشيتي للمنتخب الوطني ديال شبان كنظن جونيور. وكيفاش جات هذه القضيه ديال لانه صعيب انه اللاعب كان في تروزيام ديفيزيون اللي هو اللي كيتعتبر دابا بريمير هوات انه يمشي للمنتخب ومنتخب ديال شبان يعني كانت شويه صعيبه كنظن في ديك ليبوك. باه هي فرانشمون هي كانت مفاجاه وكان قال لك الانسان اللي تخلو ما كينتظرش بان واحد المقابله لعبيله في التيران ديال الفيدا مع واحد المقابله ديال الهوات ديالنا وفي الاخير ديال المقابله كيجي عندك واحد المدرب اللي ما كتعرفوش تيقول لك راه غناخذك في لا سيليكسيون ديال لي جون اللي غتمشي للباسيا لا كورس ولا عندك هذيك انت واحد قال لك ربي فرانشمون هذاك النهار واحد الفرحه كبيره لان اول مره وسيبر عندك الحق بان حتى شي لاعب امل الفوتبول اماتور كيجي لا سيليكسيون ديال لا سيليكسيون ماروكان اللي غتمشي لفرنسا وكان واحد السير خلفي اللي عطاني واحد الثقه وهضر عليا بزاف وقال لي يا با دو بروبليم انا ما عنديش ديك لا ديفيرونس ديال الاماتور والبروفيسيونيل غتمشي معنا وكانت واحد المفاجاه كبيره لا ليا للعائله ديالي لا الحلم ديالي لكره القدم لان كان شحال كان العمر السن ديالك 15 عام 16 عام ابسوليمون 15 15 16 عام ومن تما كنظن انه جاتك فرصه انك تخوض اول تجربه احترافيه اللي مع باستير وكيفاش كنت حيت ما كانش اسمح لي قطعتك يعني اللي سمعت انه ما كانش يعني مساله سهله انه يتقنع العائله ديالك انه دري كان في ديك الوقيته كنت 16 و 17 عام باش يمشي لبرا ويحترف وي حيت على ليبوك كتعرف بان خص بعدا اولا بعد الوالدين لابروباسيون خصك ولا والديك يقول لك داكور ثاني شكون اللي غيمشي معك باسكو ما عندكش الحق باقي ديك الساعه مينور هاد الاجيال لعبوا عليها هما الحمد لله جات واحد الوقت بعد الوالدين خصك تدوز على الوالدين لاكور دو برانسيب باسكو لاكور غتقول للوالد ديالك ولا الوالده ديالك بان 16 عام غتخليك ولدها سي با ايفيدون هذوك كان واحد كان ولكن الحمد لله كان الوالد عندي كويري كيلعب الكره وتعرف شنو هو الكره وتعرفني كاين الحب ديال الكره ديالي وهذا الميتي بغيت نديرو هذوك كانت واحد بيان سور هذيك الوقت كانت صعيبه صراحه وجاب الله معايا واحد السيد الله يرحمه سي عز الدين برادة اللي مشى معايا كأب مشى معايا الفوياج ديالي لباستيا بقى معايا واحد الوقت حتى تقريبا استقريت وجلست وبديت نقرا باسكو جي في ديزيتود اوسي حد ديك الساعه خصك تقرا تنقرا ديك الساعه ان شاء الله في الليسي وكملت القرايه ديالي وابري جي بيرفيركي الفوتبول قدرتي توازن ما بين القرايه ودير صغير سيتي لوبليغاسيون ما تقدرش تمشي تما الا هادي والديا قالوا ليهم ولا بدا يقرا كملت القرايه ديالي ولكن كنت ندير قال لك راه بحال هكا سبور ايتود في الحقيقه الليسي كنمشي ولكن ابري عندك المهنه ديالي وليت بروفيسيونيل كنت ستاجير ودزت بروفيسيونيل ولكن باش مشيت لباسيا ماشي فاسيل علاش باسكو كما كانت الحمد لله النتيجه دينا لا كوب ربحنا 3-1 لي زالمون حنا ليكيب المون ديت ميور جوور ديت ميور بيتور دينا ميور غارديان دينا ميور ديفونس ميور اتاك المغرب كان تقريبا دينا كاع لي تروفي او سكيفي الباستيا بيان سور تيقلبوا على واحد اللاعب تيقول لك تيان واحد راه جو عندي لوتيل جوستومون جو عندي تذكرنا معاهم قال لك راه من واحد العام غنجو عندك وسيتي ابري العام اللي دوزنا تقريبا جو عندي للدار البيضاء ومشيت لباستيا وهذه هي الانطلاقه ديالي هذه هي الانطلاقه وهذيك هي الانطلاقه الفعليه ديال السي كريمو في الكره ملي قلبت انه لي باركور ديالك مع لي زيكيب لقيت انه الاغلبيه يعني ما كانتش عندك تجربه برا الديار الفرنسيه كانت عندك اغلبيه تجربه واش ما جاوكش عروض من دول اخرى بحال الاسبان بحال لي تروا عروض اللي مشيت معاهم وهضرت معاهم سيتي ليكيب ايطاليان سيتي ليكيب بروج اف سي بروج هادو كانوا باغيني بيان سور لي اسبانيول لون ولكن لي ايطاليان علاش حيت لعبت ديجا لا كوب دوروب لعبت الناس بون قريبا باستيا لا كورس غنرجعوا لديك كان واحد مي بروج اف سي بروج ديك الساعه كانت هي فرقه اوروبيه كتلعب لا كوب دوروب ومشيت عندهم تقريبا بلجيكا كانوا ولكن فرانشمون لا فرانس سيتي ديك الساعه النيفو طالع كامل في الشامبيونان تابي دي جوار كوم بلاتيني كوم هاري ميشيل لي كرون جوار دو فوتبول زعما جيراس تيغانا الوغ البطوله الفرنسيه كانت في المستوى الكبير فيها هي سكي في سي با ان بتي شامبيونان ماشي بحال دابا هذا الوقت
في ان غران جوور سابيل مبابي سي تو، ولكن في فرنسا لي بوك راه كانوا بزاف ديال دي غران، فوالا دي غران جوور اللي دازوا فيها، زيدان كذلك زاد فيها اسكي في الفوتبول الفرنسي كانت ان غران شامبيون دو كاليتي بحال 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 السبليون دابا، هي بحال دابا السبليون، ولكن لي بوك الا جينا نشوفوا لي بوك ديال هاد الوقت ديال الدراري ديال الاسبان سي با لي جوور ديال بويول ديال لي غران جوور الاسبانيول اللي دوزوا اسينسي لي روشاك شامبيون كانت واعر، كان مارادونا كيلعب فيها، رونالدينيو سكي في لا فرانس ديك الوقت راه كان راك شتي راه كاع لي غران جوور دازوا رونالدينيو ضروري ضروري كتكون هذاك سكي في هاد الشامبيون ما كانش علاش غادي نمشي انا لبلاد اخرى سيتي با الحمد لله شامبيون مزيانه J'étais bien dans les clubs où tout en 12, ولكن كان الشامبيونات في واحد النيفو كبير صراحه. ولكن كتبقى المحطه ديالك البارزه في لي كلوب هي مع باستيا، لانه كانت في يعني فتره طويله وقداش كانوا نص سيزون اكزاكتومون سيزون، ولكن يعني كنظن واحد العام كنت تكلاسيتو ثروازيام في بيان سور، انا في ثروازيام وانا في الفينال ديال الكوب دورو، وي هاد لي فينال ديال الكوب دورو 1978 لا فرانس ديك الساعه كانت سان تيتيان هي اللي كانت تقريبا فريق كبير، وحنا جينا ابري سان تيتيان 1978 وبدينا لعندك الامور ديالنا مع لي سبورتينغ دو ليزبون نوكاستيل تورين، ولكن غادي نحيدوا الفراقي لان اون ايتي با فافوري مي الحمد لله هنا 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 ايليميني لي غران كلوب اوروبيان ومشينا لا فينال ديال كوب دورو. اللي عرفت انه انا ما كنتش ديك الساعه حاضر، لا بيان سور ولكن غادي يعاودوا لك، ولكن اللي عرفت انه انت كانت البدايه ديالك انه في الكوب دورو اللي هي اليوروبا ليغ دابا اليوروبا ليغ يعني ماركيتي دوبلي في تورين تورين يعني كيفاش جات اصلا ما كنتيش غادي تلعب ديك الماتش كان جوستو ما كنتش غادي نلعب هذاك الماتش صراحه كان لافون سونتر لعب الماتش عليك وتقريبا اكسيدون بارازار وقعت لي ان اكسيدون وعرفت بان غادي عيط لي المدرب لوكازيون جامي ولكن لوكازيون جامي تقول لك في الكره اللي مشات لي بلاصتو راه سي سا الفوتبول لا كونكورونس هو تبليسه ما مشاش سي فونفون فيليكس سابيل فيليكس لا عمر هضر بيان سور سي لا كونكورونس لويال ومشيت لتورا مين مشيت لتورا تورا اول مره كنمشي لتورا لو غران ستاد سابيل ستاد كومونال داكشي تيران غازوني كان الثلج ولكن كتعرف بان عندهم لي زانستالاسيون ولا عندك دخلت نهار مره كيتجي بيوت فرونشمون بيرسون ما تعرف كاع حتى واحد ما تعرف شنو هو ميلاد كاين تيقول لك هذا مين جا ما عرفوش ما سي با سي ان جون الوغ البدايه كانت في هاد الافتراق ديال لاكارير باسكو في الحقيقه سي لا جي كومونسي صافي السميه ديالي دخلت في ليستوار بديت نلعب في تيتولار في ليكيب خدت البلاصه ديالي مع البلاصه ديال بحتها سي نورمال بحال هو وقع لي هذا المشكل انا وقع لي المشكل ولكن هذيك المومون جي غاني ما بلاص صافي من تما صافي الانطلاقه ديال لاكارير ديالي حتى ل 1989 وما يمكنش ما ننساوش انه انت خدتي الفينال ديال كوب دورو كنت لعبتو مع البي اس في ان دوكا وكان ديك الساعه كانت كروند ليكيب اللي كان كروند جوار وكان تعادلتو في الالي تعادلنا في الالي اللي ما كناش نلعبوا الحق صراحه سي اون فينال كي تيراتي لان الماتش الالي ما كناش نلعبوا لان كان تيران امبراتيكاب مي كوم يافي لا تيليفزيون يافي البوبليك ديجا خلص البيي كتعرف ديك الوقت قال لك لعب ولعبنا لا بروف درنا 0-0 صراحه كون لعبنا ان جور في ماتش بوحدو مو جو بونس سي سا لافونتاج ديال الفينال خصها تلعب شحال هذه ما كانش ديك ما كانش الي روتور دابا كاين ما كاينش الي روتور ما كانش الي روتور شحال هذه كان الي روتور كنظن حتى 97 كنظن عاد حيدوها وصراحه تلعب في ان تيران نوتر لعبنا في هولندا خسرنا 3-0 جو كوا في الماتش الروتور مي سي فري حنا في عقلنا مشينا الماتش ديالنا الاولاني الماتش اللي تما خسرناه فرونشمون خسرنا ولكن الباركور واعر الناس مشات معاك 10000 بيرسون كيمشيو معاك للملعب كيمشيو معاك لانجلتير مشاو معنا البرتغال مشاو معنا لسويسرا مشاو معنا لالمان دو ليست لعبنا تقريبا الماتشات اي ماتشات لبحنا ولحنا مع ليكستيريو الماتش ديالنا لا كاليفيكسيون لعبنا مع ليكستيريو ولحنا مع ليكستيريو ولكن سي اون اكسيبسيونيل هذيك لا كوب دوروب سي كيلكو شوز تيكون لك الانسان في التوب نيفو خص تكون توب نيفو باش تلعب لا كوب دوروب بطبيعه الحال من تما كنظن بدات يعني ديال المنتخب بدات يعني بديت كتدخل مع ليكيب ناسيونال ا وي من بعد التعلق ديالك مع باستيا كنظن كانت وقيلا قريب ديك الساعه التصفيات ديال كاس العالم ديال 82 كانوا دي ماتش انا بديت مع الفريق مع المدرب مودا ريسكو اونيتمون هو اللي خدني في لا سيليكسيون كنا مشينا لتطوان درنا واحد الطربو تمايا مع ديك الساعه تعرف ديك الساعه غادي نعرف الهزاز الله يرحم
الله يرحمه فراس عسيلة عبد الله قزار هزاز، جيت جون انا والله جيت سكيفي كان تنشوف هذا الكويريا قدامي سي فرانشمون قال لك الاتيميديتي الانسان اللي خصو يحترم شكون اللي حداه وشكون اللي انفاس سيتي لا كاليتي هذيك الوقت. الوغ تما بديت شويه مع لا سيليكسيون عاد تعرفت مع السي العماري الله يرحمه، عاد جفاريه يافي جبران حتى هو الله يرحمه حتى هو، هاد لي زونترينور جافي لا شونس اللي عرفتهم عرفتهم في لا سيليكسيون حيت كانوا ديجا في الجروب دي تي ان كانوا في لا سيليكسيون تعرف. الوغ بديت هكا وبشويه حيت ليبوك لافونتاج اللي كاين دابا عندكم ليبوك تيقول لك لي دات فيفا، حنا ما عندناش لي دات فيفا حنا على حد الى عندي ماتش نهار السبت راه كنجي نلعب نهار الاحد، الى عندي ماتش نهار الجمعه راه كنقد نجي نهار الاحد. هذا هو لافونتاج اللي صعيبه القضيه صعيبه بيان سور سيتي. دابا لي دات فيفا حنا ما داكشي علاش كتشوف اللاعب دابا كيلعب 100 ماتش سي نورمال لي دات فيفا، ولكن كنا حنا كنلعبوا بلي دات فيفا غادي حتى حنا نديروا 100، ولكن حنا راه كنا جوار دو لوت كوتي وكانت صعيبه باش تلعب مع فرقه كتمشي عند شي فرقه كتخلص عليك الاموال وما تلعبش معاها. علاش كيف تنحاول نارونجي هنا ونارونجي هنا، لان المايو ديال ليكيب ناسيونال راه سي بريوريتير، الواحد خصو يكون حتى هو عنده الاحترام للتوني ما كتعيطوا لك خاصك تجي وكنجيو بيان سور. ومن بعد كما قلت لك هذه ديال 82 لانه كنا بصراحه ديالك انت كنا قراب نتاهلوا للكوب دي موند، ولكن الكوب دي ديال الاسبان عندك الحق 82 فلتنا كرون ماتش في المنجه بالبيلانتيات سي فري كانت ايكيب واعره ديك الساعه وما جابش الله بون كانت ديال البيلانتي وكنت عندي انا اللي غيماركي وفراس غيماركي جو كوا عاد نجي انا الماركي كنظن هذيك ديال تونس وقال في 78 كنا في لا كوب دي موند هي لا كوب دي موند 82 هي اللي مشات فيها لا تونيزي جو بونس كلا تونيزي اللي لعبت في لا كوب دي موند في الاسبان حيت كانت في الاسبان لا الاسبان كنظن ثم الكاميرون كنظن لا هذيك ديال لا الكاميرون لا نو الكاميرون سي لا كوب دافريك كوب دافريك لا كوب دافريك ولكن لا لا باش نقول لك الوقت حيت تونس باقي عقل عليها فلتنا بيلانتي وما مشيناش لا كوب دي موند هذه باقي عقل عليها جو مغابيل اول مره لعبت في المنزه تيران ديال تونس كرون ستات هو كان ديك الساعه توكا هو اللي كيلعب علاش كيف باقي عقل على هذا الماتش هذا حد ماتش كتخسروا بالبيلانتي كتبقى عاقل عليه. من بعد كنظن غنبقى مع ليكيب ناسيونال بالضبط من بعد كان ديك ديال 86 وي من بعد تاهلت ماشي 86 الفريق المغربي راه هي راه 86 راه هي 82 ليكيب ناسيونال بدات تتصوف 82 باش تعرفوا بان باش نقول لك كومون اترافاي المغرب ناسيونال ماشي 86 82 بدينا شنو هما لي جو ميديتراني ليكيب ناسيونال بدات لي جو ميديتراني الوغ ليكيب ناسيونال ديال 82 هي اللي سالينا بها واش كيف في لو ترافاي راه كان تقول لك المغرب هذاك الوقت راه كان العقليه من 82 والفريق كله هذوك اللعابه كلهم كيتكونوا فوالا جوستومون هذه هي لا فورماسيون جو بونس كو لا فرانس غاني لا كوب دي موند راك شتيها الوقت اللي ربحوا لا كوب دي موند هذوك راه داروا 10 سنين ليكيب ديال جيراتي كاع لا ديال هذو اللي داو لا كوب دي موند راه هذيك هي الفريق الوغ سكي في المغرب راه كان خدام في هذا الشيء هذا من 82 وحنا غاديين لو جو ميديتراني لا كوب دافريك لا كوب دي موند وهذا في الطريق ومن بعد لا كوب دي موند اللي ما كتنساش لك بالنسبه لك انت كنتي من الناس اللي ماركاو كان البيت الثالث وي البيت الثالث البرتغال حيت الانسان ملي تيقول لك البيت الثالث تنقول له اشنو حرفتنا راه سي ميدي يقول لك لا راه خصنا الماركي وانا شويه في السونتر والا ما ماركيتش خيري اتاكون واتاكون هو خيري اتاكون ماركا جوج سو كي في سي ناتورال الانسان ولكن سي بيان في لا كارير الانسان يماركي تي ماركا كوب دي موند راه تدخل في ليستوار ولكن راه حنا سي نوتر ميتي سي حنا اللي خصنا لي فينيسور الوغ مي كيكون عندك ان كاكم خيري خويا انا عازب ودرباله كان خالد البيض كان كاليتي الناس كويريا بودرباله تيطير تيمومي راك شتي لا كاليتي انا كندخل ما دخلتش انا راه كاين خويا ما كاينش خويا كاين خيري سي سا لافونتاج دون ايكيب ما كناش جالسين على واحد اللعاب كانت اون كونت لعابه كانوا فيهم فريق كان فريق متكامل اللي لعب كيقضي الغرض اي سا سي لو ترافاي ديال افون حيت بنادم خصو يعرف يدير شويه ديال الهيستوريك ديال كره القدم المغربيه في هذا الوقت كانت الخدمه في الفرق المغربيه انت كتشوف الا غنقول لك ليبوك كانت شامبيونه كبيره راه كانت شامبيونه كبيره انا كنعرفها باقي نعقل على لي فار
لي عبد الله، لي عبد الله بخا، كان باموس، سي دي جوار دوك في الشامبيونات المغرب، راه سي دي كرون جوار. وجات ليكيب ديال ابري ديال سيبيت الله يرحمه، ديال بودرباله، ديال الكواريه، اللي دوزوا الكره في المغرب ومشاو. الوغ كيف هذا العمل كان كبير، وكان اوتور مغربيه كبيره حتى هي، فرانشمون كانوا لي بونز اونترينور. ولكن الحمد لله هنا تمنا كل جيل وجيل، دابا جيل ديال 2024. باش نستغلو، كنت قلتي واحد النقطه مهمه ديال لاطاكو خصو يماركي، وحنا عندنا مشكل كبير كبير بزاف ديال انه كنوصلوا بزاف البوطو، وشفنا هادشي في كاس افريقيا، ولكن ما سان ماركيوش بزاف. يعني ما عرفتش حنا، انا الاستنتاج اللي استنتجت انا والعزيمه ديالي هو انه حنا ملي كتكون عندنا كوره ما تنكونوش ما كنستافدوش منها. مني مثلا بحال السيد جو اللي لعبنا في كاس العالم، ما كانش عنده كره بزاف، ولكن اعقل فرص كنا كنماركيو، ولكن ملي كنصنعوا بزاف ديال الفرص ما كنماركيوش. ولكن غادي اكتشلمو هاد الهضره مع الناس ديال الكره، المغاربه في الكره تيهضروا على الناس ديال الشارع ولا الشعب المغربي، راه كيعرف الكره. باش يقول لك ما عندناش افونس. علاش؟ باسكو ما تخدمناش لاتاكون في المغرب. الا درتي دابا درتي على لي جون وقلبتي، راه صعيبه باش تلقى لي زاتاكون. اون ترافاي با ان اتاكون سا سترافاي، راه ما يمكنش تجي تقول لي اتاكون، راه اتاكون خصو يعمل، خصو يخدم، خصو نقلبو، يفو ترافيكيو، خص تكون عندك هاد، حتى الا عندك الحق. اشنو هو لاكوز ديالنا؟ نمشي مع كاع في المغرب صراحه، لاكوز ديالنا شنو هو؟ لاتاكون depuis des années. شكون اللي كيدي شامبيونات ديال ديال دينا لي تيتر ديال الميور بيتور؟ حنا ما كاينينش. الا كان الميور بيتور ديالنا وقيلا كان فيه تيكون فيه شحال تيماركي؟ سبعه، 10، 9، سي با لا موين. الثلاث ضعيفه. اكزاكتومون. الوغ حنا تنقولوا، انا تنشوف انا كندير لا بريفورماسيون دار بوازه، ولكن علاش؟ باسكو جو فوا با لو ترافاي ديال الدراري لي جون. حنا ميم في لي كلوب ديالنا كتدخل شي ملعب وكتفرج، ما كتلقاش ذاك الفينيسور. تتلقى الدراري تيلعبوا ميليو، لور كاين ميليو، لاتاك لو بوينت هذاك. شنو المشكل؟ عمل في الخدمه، في لا بريفورماسيون، في التيران، في الملعب، في الخدمه، في لا بريفورماسيون. فو شيرشي كاين لعاب اللي يمكن عنده كيلعب بتات اتاكون، ولكن خص تعمل معاه باش يكون افون سونتر، حيت لاتاكون فيه. اشنو هو لي زاتاكون؟ راك عرفتيهم، سي لي زاتاكون. دابا ولا تاتاكون، حنا كنا ليبوك لي دروا لي غوش افون سونتر، حوايج تبدلوا. دابا ولا خصك عندك دابا لاتاكون سي الكوليكتيف. راك شتيهم دابا، انت كتشوف هالاند، مي كتشوف هالاند افون سونتر، كتشوف هذا اللاعب لو جون اللي دابا كاين في ريال مدريد اللي عنده 21 عام تيماركي اليوم. هذا هاد العمل سي ان ترافاي، يفو ترافاي في لي زيكول. في الكرة مون افي كاين واحد الروتار، كاين واحد العمل اللي خصو يديرو المغاربة صراحة ديال لاتاكون. انا با داتاكون دو بوانت اللي غيماركي لك، ولكن هذا عمل اللي خصنا نخدمو عليه من الصغر. عرفت كيف؟ هذا هو المستقبل ديالنا. عندنا كلشي مي اون تخوف با لاتاكون. وانت قلت لك راه ما تنهضرش على ليكيب بريمير، تنهضر لك على تالي جون. حنا براسنا اللي عندنا لي زيكول باش نلقاو لاتاكون، ولكن خصنا نتعاملوا مع هاد لاتاكون. شنو المشكلة؟ حيت ما عرفتش واش الكرة تبدلات، كنظن حيت شحال هادي دابا، شحال هادي كانوا داز لاتاكون بزاف، كانوا هذوك اللي مفهوم ديال الفينيسور كان بزاف، يعني كاين الأمثلة بزاف إلا ما نذكروا. ولكن دابا ما بقيناش كنشوفوا ديك النوعية ديال دابا. إلا غنهضروا شكون هما لي زاتاكون في العالم كله، راه غتلقى مثلا أوسيمين، هالاند، ليفاندوفسكي راه كبر، مبابي ماشي ديك لاتاكون مفهوم، ولكن ليفيكاسيتي لاتاكون سي البيتور اللي تيفيني ليك ليكسيون. وي، ولكن ما بقاش ديك لاتاكون اللي شحال هادي. بيان سور شحال هادي، ملي كتقول شحال هادي راه كان اون بوينت، سافو ديغ سي لافونسون حطونا الفوتبول سي فيني. لافونسون ما تقدش تحطو دابا واقف كشي لاتاكون. لاتاكون يبو جوي سور لو كوتي، يبو جوي سور لو كوتي غوش، يبو جوي سور لو كوتي دغوا. لو فوتبول، التكتيك دو فوتبول تبدلات، لان اليبوك كتلعب بليزيلي. انا جيتي ميور بيتور في الشامبيونات ان فرانس لا موتي دو ما كارير، سي باسكو جافي دو جوار كيعطوني واحد من لا غوش ومن لا دروات، وانا تنخدم تنماركي بالراس، ماركي بالرجل، مي سي تان ترافاي، لان كنا كنلعبوا بليزيلي. مانون سي لي بلو ديلي. دابا الكره تبدلات، راك شتي الكولوار، لا جينا نهضروا عيط على الله دابا ولا المزراوي ولا حكيمي، راه تا هو تيفيني لاكسيون، تيماركيش ديك لي زاريا ديال شحال كيسونطري بزاف. اي سونطري جوستومون. حنا تنقول، عاد تنقول لك الخدمه ديال المغرب اكتوالمون خصهم يعرفوا، تنظن في لا فورماسيون، في لي سونتر دو فورماسيون، خصنا نخدموا في هذا العمل، خصنا نخدموا. يفو نصر لاغات صراحه استقال، كان كو جو كوني جو ريسبكت، كان واحد الوقت باغي يدير هذا الشيء، بان حنا اللعابه القدام لي جوار لي زونسيان يجيو يديروا هذه الخدمه مع لي زاتاكون. سي اون بون شوز،
مزيانه، ولكن ما كتدخل واحد الفريق ولا في ليجون ولا فورماسيون كيبان لك اللعاب لاتاكون ما كاينش، داك لاتاكون دو بوينت اللي غيماركي ليك حتى الجلسه الوقفه ديالو ما كايناش. مي سا سي واحد العمل اللي احنا دابا الان خصنا نخدموا عليه. ايزيسبير كو راه تعرفوا في لا دي تي ان كاين في لا بري يو 15 يو 17 يو 21 حتى في الدار البيضاء، حتى في الدار البيضاء صراحه بعض المرات ملي كندورو نقلبوا نشوفوا شنو هو لاتاكون ما تلقاوش لاتاكون، لان في الفرق كاع الفرق بروفيسيونيل ما كنخدموش على هذا العمل. وهذا العمل جبار خص تخدم عليه وخصو الوقت ديالو. وكتعرف حنا ليزاتاكو راه صعيب، سي الا ما ماركيتيش سي توجور حنا اللي نخسروا الفرقه، ما ماركيناش حنا اللي تنديروا هذه ديال الكره. نتفق معك. هضرنا على لاتاكو، هضرنا على سميتو، ما ندخلش في ذاك النقاش ديال النصيري لانه كنظن هضرنا عليه بشكل غير مباشر. نقدو مسكين، نقدو نقولوا تا هو ضحيه ديال التحول ديال سيناتاكو. مي في الاسبان ملي كتشوف راه بعض المرات باسكو لوي سي ان جو ديالو ايريان، سي كالكا عنده واحد ماشي لو جو في الرجل، عنده رجل في الراس. دابا هذا هو المشكل ديال انه دابا النصيري عنده واحد بون فور ولكن حنا في المنتخب ما كنستغلوهش. هذا هو المشكل كنظن، لانه حنا اللعب ديالنا كله على الارض، ما كاينش كما ذكرنا لي زاري الظهير اللي عندنا لا مزراوي ولا حكيم، ماشي ديك النوعيه اللي كيبقى يسونطري بزاف. عندك الحق سيبري، قال لك طون تعطيه الكواري ديال الفوق كلهم غادي يماركي. الا سونطريتي واحد سته ديال الكواري مزيانين غادي يماركي لك وحده. وداير في الاسبان في سي في سي كوا كامي كتشوفوا في سي في سي لا ميم شوز، كتجي كيقول كيسونطري عليه كيجي كيماركي لهم داك الان ولا دو. مي سيبري هو عنده لو جو ايغيان، ما عندوش لو كوتي رجليه، راه تيخدم بهم ولكن لو كوتي لو بلو فور راه ما عنده في راسه. سي نورمال سي ان اتاكون في راسه تيعرف كيفاش يدير. مي سي فري في ليكيب ناسيونال سي اوتر شوز كيما قلتي، من المزراوي ولا حكيمي ولا هذا خصو يعرفوا يلعبوا على هذا اللعب. سيتي راك شفت في لاكوب دافريك ما ماركاش بون، مي هذه سي لي زاتاكون ماركا واحد في ماتش اي ولكن بون تقول ما سي با لو بيتور، لكن نتمنى يماركي لنا كل ماتش. نبقاو في هذه ديال الكاس افريقيا، كنظن مادام جبتيها مناسبه ديال سميتو. مشينا كاس افريقيا، الماتش الاول ربحنا مزيان هذا، ولكن من الماتش الثاني وحنا بحال اكتشفنا انه اللعب في لافريك صعيب، يعني ماشي سهل انك تلعب في لافريك. ما عرفتش واش حنا واش ضروري خاصها توقع حتى شي يوقع شي اقصاء عاد باش نفهموا اننا حنا ما عرفتش ما تنعرفوش نلعبوا في لافريك. حيتاش النتائج تتقول هذه القضيه هذه، ما عرفتش انت تقدر ما تعرفش لكوب دافريك سبب ديال ما تعرفش لعب كره وما تعرفش الكره الافريقيه. باسكو حنا ما عمري في حياتي قلت بان لكوب دافريك غنجي ندخل نهز ناخذ الطياره ندخل لوطيل ندخل التيران نربح. امبوسيبل امبوسيبل. لي زافريكا راه ما بقاش لافريك، راه ولات لافريك. لي زافريكا اللي في لافريك راه كلهم برا ديجا بريميرمون، هما كلهم دي بروفيسيونيل ابار لافريك دي سود. مي لعب لا مواتي كلهم واحد كلكو بي بحال موريتاني بحال الكافير، ولكن راه كيلعبوا. ولكن لي زوتر بي اللي حنا كتعرفهم اللي واعرين سي دي زيكيب اللي كيلعبوا لا بلي بارتي لا بودي اون بروفيسيونيل، لا كوت ديفوار، الكامرون، السنغال تيلعبوا. ولكن لافريك راه من زمان راه كنا ديما مع لي زيكيب افريكان كاين المشاكل، ماشي مشاكل، مشاكل في الكره. شنو هاد سيلو بدا ديجا بريميرمون كانت لو فيزيك هو اللي كان صعيب فرونشمون. الفيزيك حتى دابا الناس واقفين خصك تكون صحيح باش تربحهم. بريميرمون تقدموا في الكره ديالهم افريقيا، لا تكتيك لو تكنيك تقدموا فيه بزاف، طوروا في البلادات ديالهم. المالي راه عندهم دي غراند زيكول، السنغال عندها دي غراند زيكول، الكوت ديفوار عندهم لي غراند زيكول. فو با راه ماشي راك شتيهم لي غراند زيكول اللي عندهم صراحه، والخدمه العمل ديالهم حتى هما ايزون هذا. ولكن فور لا كوب دافريك ديالنا حنا اللي لعبنا حتى حنا نورمالمون دوفغي خصنا نكونوا بحالهم حنا خصنا نكونوا. ولكن كما قلتي كاين اللي تيقول لك راه صافي درنا كاتريام بلاس، سي فري دينا كاتريام بلاس ولكن لعب فلاس ولكن راه لا كاتريام بلاس ان كوب دام كوم دي موند ماشي لا كوب دافريك. واش السنغال هي الاسبان؟ واش غادي حيت لا كرواسي هي اللي راه ماشي حيت لي زوروبيان سي اوتر شوز سي كوب دو موند، هادي سي كوب دافريك. حتى الظروف اسمح لي قطعتك، حتى الظروف ديال كاس العالم ماشي هي الظروف ديال كاس افريقيا. يعني شفنا انه هذاك الشخص اللي ماركا بانيكا قدام سبليون هو نفس الشخص اللي ضيع بيلانتي قدام جنوب افريقيا. اسكو البيلانتي اللي ضيع حكيمي اسكو اللي تي دون لي بون كونديسيون باش نعطيو البيلانتي؟
كو لي تي بيان فيزيكمون نوبلي با كو حكيمي الى في لي ماتش راه كاين دي ماتش اللي ما وقفش ما جوستومون لا علاش كاين وشي لعب اللي كي ما غاديش يبقى ديما يعطي الكولوار خصو يعرف بان الفيزيك ديالو راه كان منين بعض المرات راه كان سي ليميت ومع الكليما اللي كاينه نوبلي با كو الكليما تتعاون الكليما راه لافونتاج حنا مال الكليما راك شتي تلعبوا الحمد لله بالليل فو با اوبلي راه ما لعبناش لعبنا واحد الماتش وقيم بسته ما لعبنا الماتش بتسعود سي ديجا افونتاج كون كنتي تجي زمان كون جاو هما لعبوا في زمان في ميدي مع 12 ما يلعبوش كاع والله لا دخلوا للتيران بهذاك الصاد والله لا دخلوا ما يكملوش ما يدخلوش للتيران ما يقدوش يدخلوا لان مع 12 كاين 40 والله لا لعبتي وحنا كنلعبوا في 40 ولكن راه سي سا لو بروبليم لافونتاج اللي عندنا اون تو قال لك الانسان عندنا كل شيء باش نديرو ولكن راه كتبقى ديما ايتاب بار ايتاب حنا انا ما كنحكمش على الفرقه في الاول لي ماتش الاولين بور موا سي علاش باسكو سي اون كاليفيكاسيون فو 6 بوين راه خدنا 6 بوين ياك عطينا كاع حتى لا كوت ديفوار عطينا هذا ربحنا باش تدوز كاع نديرو مثال ولكن خصنا ناخذوا بزاف ديال الاشياء في هاد لا كوب دافريك لان تابعنا اون كوب دافريك هي جايه وغادي انت غتشوف لا ميم شوز غيوقعوا عاوتاني خصك ماشي نقول ماشي تنقولوا لا ميم شوز تنقول على الفراقي ما غيتغيروش بزاف سي لي ميم جوور اللي شتي دابا غيدخلوا بداك حنا غنربحوا البلد مونطي ماشي غنربحوا المغرب دابا سهل غنربحوا البلد مونطي وغيقول لك هاك الكره خويا وحنا غنرجعوا له دابا المشكل انا ما عرفتش من هاد المشاكل اللي لاحظت في المنتخب وانه حنا ملي تكون عندنا كره ما تنعرفوش نلعبوا بها ما عرفش واش حنا ومعلم انه حنا التكنيكمون ماشي ضعاف يعني ماشي ما عندناش عندنا وناحيه زياش بوفال هذا عندنا التكنيسيان بزاف ولكن ما كتكون عندنا حنا كره باش نكونوش ممكن نكونوش قويين بحال ملي ما كتكونش عندنا كره كما شفنا في كاس العالم كنا كاع في ماتشات بزاف ملي ما كتكونش عندنا حنا كره تنكونوا قويين وحتى الفرص ما تكونش بزاف وملي كتكون فرصه جوج كنعرفوا المارك ما عرفش حنا السيتجو ديال ماشي لو الكره الافريقيه لان حتى الخصم حتى هو تيلعب عليك حتى هو تيقرا القراءه ديال الخصم نوبلي با كمان لي هاد لي ستاف اللي كاينين وهاد لا ميثود اللي كاينه راه كل لاعب تنقراو عليه اش كيدير كيفاش كيلعب شنو لي فوت ديالو البوان فور بوان فيبل هادشي كيعطيه لك لا تكنيك مي سي فري في ليكيب ناسيونال الا جينا نشوفوا لي ماتش اللي تلعبنا مونا با في دي كرون ماتش ما لعبناش الكره الكبيره ما شفناش ضربات البوطو هجمنا ما شفناش هاد الكره علاش باسكو الخصم واعر خصم صعيب صعيب لان كيلعب الكره حتى هو سي بيان اورغانيزي سد عليك لي كولوار ما يخليكش انت كما قلتي نصيري عارفين كيفاش يدير لي بيوت اللي تماركو عندنا راك شتيهم في لي دو بيوت اللي تماركو عندنا راك شتي وحده هنا وحده ضرب الكوفرون اللي تماركات على بونو اسكو نيتي بيان 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 بلاسي الكره الاولى حتى هي واش كنا بيان بلاسي هاد الاشياء هادو سي دي زيرور ولكن انديفيديالمون ولا شفنا اللعابه كاين شي لعابه فرونشمون اللي بحال اكرد بور موا دار الماتش ديالو لعب كاين شي لعابه اللي ما شفتهمش املاح سيتي جوار سي فري هاد لا كاليتي ولكن اسكو هو اللي غادي عدلي سي ان جون يمكن كنا نلعبوا ان جوار كي سابي الحاريت ولا ان جوار اللي عنده ليكسبيريونس باسكو دي ماتش خص تلعب فيهم ليكسبيريونس سورتو الماتش الاخراني تلعب فيه ليكسبيريونس هادو من الاشياء اللي كنقول وليد كوا كيلا ريفراج كوا كيلا بي هضر واحد الانترفيو هضر في واحد هضر في الرياضيه قال بان هذه سي لا رياليتي راه سمحوا لنا راه كيتعلموا كنتعلموا عرفت نوبليون با ولكن حتى انا سامبا نتعلم لا تنقول بور لوي خصو يعرف بان حي فرونشمون اي فو سيباري اون كوب دو موند اون كوب دافري و سي فري لا كوب دو موند جاتنا حتى هي واحد الوقت عطاتنا واحد تنقول لك عطاتنا سالي الكوستيم لبسناه بالكرافاته وكل شيء وزين حنا اللي جايين بالكرافاته غنلعبوا بالكرافاته الوغ سو كي في عندك ليكيب ناسيونال في لا كوب دافريك خصها تراجع الاوراق ديالها خصها نخدموا ديفيرامون ولكن كما قلت لو شوا باسكو الا جينا نهضروا كاين بعض المرات لو شوا ديال المدرب حتى هو تياخذ اللعابه باسكو مثال الوالد تياخذ على لي جون تيخمم حتى هو يمكن 2025 راه هادشي اللي قالوا حتى هو تنقول بعض الاحيان راه الله يحسن العوان تي فو غامني دي جون باش 2025 تكون ولكن حنا بغينا ندو هاد لا كود افريك علاش باقي ما ديناهاش دوبي 1976 وديما تنكونوا قرا وديما انا دو دومي فينال انا درت دو دومي فينال دو دومي فينال بقى فيا الحال وحده مع الكاميرون وحده مع مصر ما ديتهاش ولكن ديك ديال الكاميرون كانت هنا في المغرب في المغرب 88 خسرنا في المغرب مصر كنا في مصر ولكن راه سيدي كوب دافريك الحمد لله راه كما قال لك كتبدا تعمر شويه الخزانه ديال 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 لي كوب دافريك حنا يلاه عندنا واحد هذول حنا تنتمنوا من الله سير المستقبل ديالنا هو المغرب يتحسن ويعرف بان اون اورغانيز
ولكن اورغانيزي راه ماشي باش كتعرفها اورغانيزاسيون خصك ديما تكون صعيبه باش تربح كلشي باغي يربحك. وكنظن هذه من الاشياء اللي وليد خصو ياخذ منها بزاف 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 ديال ليكسبيريونس هاد لا كوب دافريك لان غادي تعاونوا بزاف. وشنو ما ذكرتي لنا وليد شنو هما الاخطاء اللي دار وليد في الكوب دافريك هذه الاخرى؟ شنو هما الاخطاء اللي بانوا لك ما كانش خصهم يديروا ما كانش خصو يطيح فيهم؟ طبيعي يعني اقصى راه كانوا اخطاء باش انه تسبب لنا في اقصاء باش ما نزوقوش شويه الهضره. ولكن زعما شنو في نظرك يعني شنو هما الاخطاء اللي داروا مواليد باش حنا يمكن هذوك الابتدائيات ما خدمناش عليهم في الماتش خصوصا الماتش الجاي؟ الاخطاء هو قال لك الاخطاء هو باش نخدموا خص كل الاخطاء باش نتقدموا ياك سي با كريتيك داير انا بالضحك انايا ميم با تنقولها عليه. هذه الشهرين كنا لعبنا في مراكش يا بالون قلت له راه قال لي لا راه خصك انت خص قلت لي اليوم راه غندي لك كوب دافريك قلت له واش غنقول لهم واش انا غنقول للناس غنقول لهم غادي لهم كريمو غتقول لهم غنقول لهم بالزمني زعما بالضحك ولكن عرفت اش بغا يقول حيت انا قلت باغي خصنا نديو هاد لا كوب دافريك قلت له ودي لا ما قلت نقولهاش انا شكون غيقولها خصنا نديو هاد لا كوب دافريك بالضحك. ولكن الا جينا نشوف في لا كوب دافريك الميمام سي فري كان بزاف ديال الاشياء اللي اون بوف يمكن هو شافها هكا قال لك اللاعب ديال مزراوي مبليسي عدلي باقي جون الملاح يمكن ما عطاش بحال هذا لو شوا. بعض المرات لو شوا تيكون عنده اللاعب راه تيبان ليه بان مزيان واون فورم وغادي يلعب دي فوا لو شوا ديال بعض الايام كتدخل هذا لو شوا هذا لو شوا ما كيعطيش ما كيلعبش ما كيعطيكش ديك النتيجه. هذا الشيء متفقين معاه راه سي لوجيك احنا تنقول ديما الواحد كريتيك بوزيتيف انا ما نضروش ما سي با موا غنضرو لان دزت في هذه المرحله وكنعرفها. معير هو عندك الانسان بعض الاحيان لي شوا خصهم يكونوا بيان. ولكن الحاجه اللي تنظن انا حتى هي ديما عاوناتناش هو المغرب ما كنخدموش ما لا بروف كون كنا خدنا خمسه د اللعابه في المغرب ما خدناش لعابه المغرب لان البطوله ديالنا قال لك هي شويه ضعيفه ماشي نقولوا ضعيفه بعض المرات هما طالعه وبعض المرات هي هابطه. علاش؟ باسكو يا با لا كونتيني دو لا بروغراماسيون خصنا نكونوا بروغرامي شهر وحنا جالسين اللعابه هما المشاكل ديالهم الفرق كاين الفرق اللي ما تتخلص كاع كاين الفرق اللي ما كترينيش الور وليد راه بعض المرات حنا كنقولوا ليه ما نقدوش ناخذوا اللاعب المغربي الور كل لاعب المغربي يكون يخدم وتكون عندنا واحد البطوله والله تيكون واحد وشنا اللي خدموا تكون عندنا لعب لا اللعبه اللي خدموا لي زيكزامبل بحال نايف بحال الكعبي بحال قبل منهم جواد اليميق شكون ما عرفش بانون هو بانون كان يعني حكيم سميتو رحيمي وحتى ما كيجيش المنتخب الدراري خدموا مشاو خرجوا حيت عندهم ورزمو هادو بعدا هادو كيمثلونا وعطاو للمغرب وكويريا. ولكن حنا كنقولوا راه لا يعقل في عاوتاني في المغرب ما نخرجوش واحد ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه د اللعابه مغاربه. اشنا هذه البطوله؟ شنو هي البطوله؟ البطوله ديال فاشله. علاش كنلعبوها اصلا؟ ما كنلعبوش ودابا حنا تنقولوا بطوله خاصها تكون البطوله لو نيفو ما عندكش كدير. فاريا ذاك الوقت ما عندوش كيما يجيبش بودربالا الحداوي حسينا بوحياوي لعبه تيطيروا فروق ديالهم. هذا كيف احنا باقيين ديما تنقولوا وعلاش ولكن ما كنخدموش ما كنخدموش ولكن الغالب الله اتونسيون ما يفو با ماشي اللعاب راه كاين اللعاب كاين تسيير ديال الكره القدم المغربيه لا هو كل شيء ماشي فوالا كل شيء فوالا اوني ريسبونسابل في كل شيء اوني فوتبالور ديليجون فورماسيون ما كذبش عليك اوني توس علاش خصنا نخدموا في هذا العمل الا بغينا نديروا شي حاجه ونوصلوا ونديروا هذا لاكوب دافريك ان شاء الله المستقبل خصها تكون عندنا بطوله في المستوى الكبير لان والد لا يعقل بان كما قلت لك علاش ما يشوفش اللعابه المغاربه ولكن راه وحيد راه عقلتي ما كانش تياخذ حتى شي واحد كاع واحد كاع كان صراحة ما تياخذ حتى شي واحد تيقول لك انتوما سمعتي وصراحة كان تيقولها لنا ولكن دابا هذا قال لك ما عندكم ما تتلعبوا ما كتخدموا ما سمعهاش قال لنا قال لك ما كتلعبوش ما كتلعبوش كاع الشامبيونات في هذيك القضية قال هو بواحد الطريقة يمكن كانت مستفزة ولكن حنا ما شفناهاش بديك الطريقة ديال انه راه فري راه بصح يمكن هو ما قالهاش بواحد الطريقة زوينة وما قال فاس كان جلوكوني لعبت معاه تنعرفه مزيان لعبت معاه بيوتور كنضربوا على اللي بيوتور انا وياه
في ليبوك 80 و 90 تعرفوا مزيان تعرفوا كوموا لو شوا عرفت اش با يقول جلوكوني واخا كوك جلوكوني اش با يقول و تيقول لك بان انتم خصكم تخدموا فيزيكمون تكنيكمون خصكم تكون عندكم بطوله طالعه باش ناخذ اللعابه سي لا رياليتي و داير دواليد خصها حتى هي خصها تكون في المغرب اللعاب اللي كيكون في المستوى راه كيمشي لا سيليكسيون هادشي ما كاينش علاش حيت اللعاب مويه اللعاب ما كيتخلص اللعاب ما تيدير مره يجلس مره يلعب 20 يوم من بعد حنا كنقول شوفوا دابا البطوله البطوله دابا كتلعب بلا بيبليك بيبليك ما كاينش حيدوا البيبليك سون بيبليك هاد الكره خصها تنظم راه ماشي حد الاحيان تقول لك تنقول لا لا كريتيك تنقول احنا بوزيتيف راه خصنا نتقدموا في هادشي هذا لا يعقل بان الوداد الدرجه تلعب في واحد المقابله بسون بيبليك واش كاين هادشي هذا واش الناس واش العقليه نديروا حنا سون بيبليك في الوداد والرجاء فراقي عندهم بزاف ديال الجمهور وهذا نمشيو نلعبوا في ماتش تنشوف شي مقابلات اخرين سون بيبليك البيبليك قال لك ما يجيش شنو هاد خصنا نعرفوا راه كاين سي فري خصنا حمايه البلاد حمايه ديال ولكن خصنا نخدموا في هاد الشيء هذا ما لا يعقل هاد الكره ديال القدم لا بغات توصل خصها توصل بالامكانيات ديال بيان سور الجامعه المسير اللعابه السلطه راه سي نورمال باش نتقدموا لان تابعنا دو كرون زيفينمون 2025 و 2030 هادو تابعينا كاينين في اللعب حنا كوب دي موند وكوب دافريك مادام ذكرتي كوب دافريك حنا نحاولوا نهضروا سمح لي طولنا شويه ولكن بغيت نستغل هذا التواجد ديالك وحتى النقاش زوين كوب دافريك جاية 2025 غنظموا البطوله جايين من واحد نقولوا اخفاق ياك وبزاف ديال الاخفاقات درناهم قبل كيفاش نورمالمون التعامل مع وليد الركراو واللي سمعت انه ويمكن هذه بوان بوزيتيف انه لي ماتش اميكو ما بقاوش نلعبوا مع منتخبات ماشي افريقي على الاقل من هنا حتى لكاس افريقيا لان الواقع ديالنا هو الافريق يمكن ملي شفت انه راه غيلعبوا مع انغولا وموريتانيا وي ماشي دي غرون كاليبر ولكن على الاقل غتلعب مع منتخبات افريقيه غتحك بهم وكنت كنتمنى انه علاش لا نمشيو عندهم نمشيو عند هاد المنتخبات الافريقيه عوض ما حنا نجيبهم نستقبلوهم نمشيو عندهم ونشوفوا داك الظروف واخا يكونوا الظروف ما مزياناش ماشي مشكل ولكن بحال كنتي نتحكوا شويه هذا بالنسبه لي هذه النقطه من النقط اللي ناقصه حنا في المنتخب يمكن في هذه النسخه اللي جايه ما غاتكونش عندنا بزاف لانه حنا غنضموها في المغرب ولكن النسخ اللي غيكونوا قبل من بعد منها راه كلشي غيكون في الافريق ما كنظنش انه غيبقاو يتنظموا في بلدان عربيه كنظن لا يعني تقول هاد البروبوزيسيون مزيانه صراحه ليكيب ناسيونال تلعب مع لي افريكان سي بون شوز وتعيش حتى داك الظروف ديالهم مزيان شو عندهم شو سي بيان حيت سي اون بون اكسبيريونس خاص بيان سور وليد راه تيعرفها مزيان مشى عند السنغال مشى عند الكونغو مشي عند الكامرون نديرو دي ماتش اميكو معاهم سي اون بون شوز لي زوروبيان راه شوف لا كوب دافريك سي افريكان سي با اوروبيان تصفيه دير كاس العالم واخا يقول لك لا دات فيفا قلب على لي ماتش حنا الحمد لله حنا المغاربه راك شتي لا فيدراسيون شحال من فرقه جات لعبات معنا شحال من فرقه جات عندنا بحالنا ورحبنا بهم جاو عندنا ولكن حتى حنا نمشيو عندهم سي اون اكسبيريونس للعابه بريميرمون المدرب الخصم نتعرفوا مزيان لان غنطيحوا معاهم غادي واحد 70% غتاع مع دوك الفرق اللي لعبتي معاهم لي ماتش عميك وما عندك روسيا هذه سي بروبوزيسيون اللي علاش ما تكونش شنو هو المشكل كما قلتي الامكانيات شنو بروبليم الطياره شتي لعب معاهم ماتش ديالك ودخل بحال كي با بروبليم سي بلي داك المشاكل اللي كانوا عندك قبل كيفاش غنديروا نسافروا كما كنسافروا حنا العذاب الاليم باش نوصلوا لواحد المدينه ولواحد البلاد ولكن الحمد لله دابا ما كاينش بافيون سبيسيال بوحدك الطياره كتمشي تلعب وتدخل اش فيه وليد هذا الشيء هذا من الاشياء اللي غتدخل حتى هي كما قلتي نتمنى زعما في البروجي قلتي واحد هادشي بيان سور راه عندك كاين الحمد لله تفكير في هادشي هذا باش تعرف شنو هو الكره الافريقيه لان بعض اللعابه صراحه الا جينا شي واحد 50 مليون ولا 600 فين لعبوا في افريقيا كتشوف تيلعبوا ماتش ما قليل وما لعبوش لعبوا ماتش يمكن دازوا كاين اللي داز على مدن كاين قال لي ما داز عليها بالطياره كاع ما عمره ما وقف فيها ما وقفش في المدينه احنا الوقت حنا لوقتنا كان لا بليبار ديال اللعابه اللي لعبت معاهم انا لعبوا قبل مني في لاكوب دافريك لعبوا بزاف ديال المقابلات تيعرفوا لي المدن كيعرفوا كل شيء احنا لا باقي عندنا هذه التجربه لو كنظن نتمنى من الله هذه حتى هي داخله في قال لك في البروجي في لي ماتش اللي غنديروا داير مع لي زيكيب ناسيونو افريكان حنا اوني داكور 100%
ويكونوا تما حيت اللي كاين الماتش دي زعما يكون اللي ذكرنا ديال انغولا وموريتانيا غيتلعبوا في المغرب، ولكن من حاب هذا من نقد واخا غنلعبوا واخا غنلعبوا كاس افريقيا في المغرب يعني ما نساوش انه راه من بعد كاس افريقيا ديال المغرب راه غنلعبوا في لافريقيا بيان سور ديال بيان سور حتى دي جون مثلا اللي غتجيبهم مثلا عندهم 20 21 19 خليهم يولفوا ديك الاجواء. هما هذا هو المشكل عند الدري اللي قلتي عدلي الدري اللي جا اللي خاد في ليكيب ناسيونال فوالا خنو سي بيان ليكسبيريونس واخا كانت لها واخا ما وصلناش من الحمد لله المستقبل يفو بونسي هاد الدراري لي جون، ولكن خصهم تاهما يلعبوا في لافريك راه ماشي راه خصهم تكون عندهم هاد ليكسبيريونس التجربه وسي بون شوز. انا غير النتيجه ما جاتش ولكن سي بيان دانتيغري لي جون هو راه عنده الحق. هاد لي 23 اللي غيمشيو دابا لاكوب لاكوب لي جولمبيك مزيان مزيان يخدموا بهم لانهم خصهم يتحكوا بزاف خصهم يتحكوا ماشي مره في ربع سنين ولا شي داكور غير هو تدخل شويه نوبلي با حتى هو المشكل اللي عندنا هو البروبليمات ديال الكالندري الكالندري الاوروبي ولكن عوض ما مشيو مثلا غير اللي دات يكونوا دات فيفا انت في ماكير ولا كنا نشوفوا في الكره وداك الشيء بعض الاحيان لي زيكيب ما تيبغوش يطلقوا اللعاب ولا واخا ديطات يحاولوا بون ولكن اللي عندك في ميزه يكون اللي دات فيفا علاش لا او كونترير يمشيو يلعبوا متفق معاك ما كنظن قلنا كل شيء درنا بزاف ديال الحوايج درنا لو تور درنا بغينا نديرو لو تور نكون ان شاء الله دينا الكوب دافريك ان شاء الله نتمنى يكون خير نتمنى والله هذا هو الخير في لوبجيكتيف ديالنا لما كونترير حنا وليد اون بيان. انا تنقول ديما الاطار المغربي صراحه شوي فيير حيت بعض الاحيان تنقول اللهم ولد البلاد يخدم معنا ويمشي معنا احنا جيتي 100% معاه ومع المدرب المغربي اللي بغيتو تا هو في البطوله يكون تا هو في البطوله لان المغرب اكطوالمون هاد لي ديبلوم اللي دوز واحد 40 ولا 30 دري خص يستافدوا بهم المغاربه خص تكون عندنا مدربين اطر مغربيه اللي تدخل اللي هي اللي خصها تتعامل في البطوله المغربيه. لا يعقل بان السيد عنده دي ديبلوم وجالس سي با لوجيك لعب الكره دار الحرفه ديالو كمهنه خصها هي هذه الاشياء نتعاملوا معها ونديروا الكونفيونس للمسير خصو شويه يعطي لا كونفيونس للمدرب المغربي خصو يبدا كما قالوا لي غرون زونترينور خصنا نبداو في فرقه زعما شويه زعما ما بقاش نخافوا بزاف وجيتومون حنا كنشوف دابا ما عندي حتى شي حاجه ضد لي تونيزيان ولا لي ايجيبسيان ما عندي او كونترير خوتنا وصحاب ولكن حنا راه عندنا دي ديبلومي كيزون دي ديبلوم يا با لونتون حيت ما كتشوفش مثلا مدرب كما ذكرتي التونيزيان ولا الارجيريان ما كتشوفهمش انهم راه كاينين في ولا مثلا حتى الايجيبشن المصريين حتى هما ما كتشوفهمش المغاربه مثلا كيدرب في مصر ولا كيدرب في تونس ولا الحمد لله حنا تنقولوا هذه النتيجه اللي دار السي حموته فرانشمون اللي كان دار الزكي تا هو دا لاكوب ولكن هذه ديزاكسيبسيون يعني ما كاينش ديزاكسيبسيون متفق معايا حنا سي فري حنا خصنا اوتو حنا حنا ما كرهناش هاد المدربين ديالنا يكونوا تما في افريقيا هما هما افونتاج بحال لي بورتوغي لي بورتوغي سون دون الموند اونتي سي البرتغال ما كاينش تلقى انت السعوديه هما هنا في كل شيء كاينين باسكو عندهم واحد لا فورماسيون وعندهم لا واحد حنا اكتوالمون تنقول ماشي ضد تنقول هاد الاطار المغربي راه كيعرف الكره المغربيه لعب فيها يقد يعطينا بزاف ديال الحوايج غير هو المسير باش يثق به باش الثقه خص يعطيك لا كونفيونس المسير ديما ونجيبوا واحد من برا وراه عنده نو اعطيه الامكانيات واعطيه الوقت وخليه يخدم راه تنظن بان الاطار المغربي انا هذاك الشيء اللي دار حموته بعدا سما في انفيرتي لان دو واحد الفرقه ديال الاردن اللي داروا الفينال بواحد الاطر مغربيه شتيها الوداني سي خلفي سي الدراري ديالنا الحمد لله صافي بليزير دو لي فوار سور لو بلون انترناسيونال هو المغرب خصنا نخدموا نزيدوا نخدموا ماشي ونزيد لا نزيدوا كاين السلامي مثلا نزيدوا خصنا نزيدوا بزاف كاع خصنا نزيدوا ونكونوا صباره الصبر الصبر الله خصنا نصبر صبر لان ان اونترينور راه ماشي راه لي كرون اونترينور تا هما راه فرونشمون سي با ايفيدون ولكن خصنا نعطيهم الوقت غير هنا في المغرب جوج ثلاثة أربعة ديال الخسران ها أنت مشيتي عرفت كيفي دابا قلت لهم أنا زيدتو مو جيت لو سول أدير المغربي دابا تيسيني الكونترا ديال جوج سيمانات ولا ثلاثة سيمانات لا يعقل المدرب في المغرب تيدير ثلاثة سيمانات وما تعطيو حتى شهرين ثلاث شهور ما تعطيوهاش ليه
خصنا هذا الشيء تحسن، والمسير المغربي خص المسير المغربي يكون في النيفو شويه حتى هو طالع، خص حتى هو التكوين، حتى هو خصو التكوين ودير عندك الحق خصو يتكون حتى هو خصو التكوين. المهم كنظن قلنا كل شيء. شكرا على هذه الاستضافه. رون فادير شكرا. دقه دقه شكون هذا اللي جاب هذه الدقه دقه دقه؟ سي فامال واحد لعندنا ديال المغرب. راه تنقول هذيك في الكره المغربيه في زمان كتسمع هذيك دقه دقه زوينه هذه، كانت في المغرب عندنا كواريال القدام تيقول لك لعبوا شي دقه دقه. المهم انا وياك لعبنا اليوم دقه. اعطيني نعطيك دقه. شكرا بزاف كريمو، صافي بليزير. الله يعاونكم وبارك واشكم في رمضان. صحه وعافيه. وشكرا بزاف وما نتمناوش ان تكون اخر مره ان شاء الله. شوف تلاقينا العام الجاي لكم دافريكا ان شاء الله. ان شاء الله بطبيعه الحال. قاعدين ديما نقول كانت حلقه زوينه مع سي كريمو. نتلاقاو في حلقه جديده مع ضيف جديد بودكاست دقه دقه. السلام عليكم.